بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا المساء، وشعارات أبناء القبائل وسن الثنايا في هذا المهرجان القالي، مهرجان الأمير الوالد، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع. الخاص للبكار من مسافة 8 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وأول الأسماء، هناك كلايف بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يقدم لنا كلايف مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصلت حربة، راشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري، يقدم لنا حربة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة زعفرانة بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، يقدم زعفرانة مع ثالث الأسماء. رابع المراكز اهتمام، سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا اهتمام مع رابع الأسماء ورابع الانطلاقات. خامس المراكز وصلت القادمة والمنطلقة مع خامس المراكز، هناك نوف، سالم بن محمد بن راشد الزبدان المري، يقدم نوف مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وأعود مع الصدارة، أعود مع البداية، كلايف على المقدمة، محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا كلايف مع الانطلاق الأول ومع الصدارة. ثاني الأسماء قادمة زعفرانة، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يتواجد، بن شافي مع ثاني المراكز، يقدم لنا زعفرانة. ثالث الأسماء بن دري مع اهتمام، سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مع ثالث المراكز. رابعا حربة، راشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري ينطلق مع رابع الأسماء ومع حربة. خامس المراكز وصلت نوف بشعار سالم بن محمد بن راشد الزبدان المري، يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة في دائرة النداء، وهناك أسماء وشعارات لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع البداية، نعود مع سكان المقدمة والانطلاق الأول، كلايف على البداية، كلايف مع الانطلاق الأول بشعار بن جليميد، تتقدم هنا كلايف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يقدم هنا كلايف مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. لكن من الجانب الآخر شعار بن شافي وشعار بن دري غادمين هناك من أجل الصدارة، غيرت من الجانب الآخر وانطلقت هناك زعفرانة، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، وهنا من الجانب الآخر تتقدم اهتمام، سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مع ثالث الأسماء، يقدم لنا اهتمام. رابع المراكز المنطلقة هنا قبة، محمد بن علي بن محمد بن مثيب يقدم قبة مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت القادمة، هنا حربة، راشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. نصل إلى سن الكبار إلى يوم الثنايا، ومسافة 8 كيلومترات رحلتنا
والحاضرة والمتواجدة في هذا المساء ومع هذا السن، سن الكبار. أعود إلى البداية، أعود مع المقدمة. هناك كلايف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم مع كلايف ويكلف كلايف بهذه المهمة المتواجدة على الصدارة. كلايف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري ثاني الأسماء زعفرانة، من تبحث عن الفوز وعن الزعفراني والانتصار بشعار محمد بن ناصر بن شاف القحطاني. يقدم لنا زعفرانة ثالث المراكز اهتمام سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يتقدم مع اهتمام مع ثالث المراكز. رابعا قادمة قبة بشعار محمد بن علي بن محمد بن مثيب، يقدم لنا قبة المتواجدة في قبة المنافسة وفي قبة التحديات بشعار محمد بن علي بن مثيب، يقدم قبة مع رابع المراكز. خامس الأسماء وهيلة محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم وهيلة مع خامس المراكز. أول نداء وأول إذاعة لوهيلة قادمة من الصفوف الخلفية، هنا تحضر وتتواجد في دائرة النداء ودائرة المنافسة. أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة. كلايف منتصف المسافة 4 كيلومترات أنقذت وتبقت لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة، فيها تغيرات، فيها سرعة، فيها أوامر من قبل هذه الأسماء المندفعة على أرضية ميدان الشحانية. كلايف على الصدارة، محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم ويقود هذه المسيرة الأصيلة. ثاني الأسماء وصلت اهتمام سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يتقدم مع اهتمام. قبة تسللت إلى مركز الوصافة. محمد بن علي بن محمد بن مثيب يقدم لنا قبة مع ثانية الأسماء ومع مركز الوصافة. ثالث المراكز اهتمام سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت زعفرانة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يتواجد مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس الأسماء قادمة الشايبة، أول نداء للشايبة محمد بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم بالكيلة مع الشايبة مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. المنعطف ما قبل الأخير ما يفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولائحة العبور 3 كيلومترات ما تفصلنا عن الفوز وعن السيارة. قبة غيرت انطلقت بشعار محمد بن علي بن محمد بن مثيب يتواجد مع البداية مع الصدارة، يستلم زمام الأمور بن مثيب مع قبة على أول الأسماء وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثانيا كلايف، كلايف بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم كلايف. ثالثا اهتمام بشعار بن دري سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابعا زعفرانة تحركت بشعار بن شافي محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، يقدم زعفرانة مع رابع المراكز. بالكيلة يتقدم مع الشايبة، الشايبة بشعار محمد بن سعيد بالكيلة العامري. ورا الأسماء بدأت بالاغتراب وبدأ السرعة وبدأ الإقلاع من قبل هذه الأسماء ومن قبل هذه الأصايل المندفعة على أرضية ميدان الشحانية. وقبة على الصدارة بشعار محمد بن علي بن محمد بن مثيب يتقدم على الصدارة على أول الأسماء. كلايف ثانيا مع مركز الوصافة بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. ثالث المراكز اهتمام سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يتقدم مع ثالث المراكز. رابعا بالكيلة مع الشايبة محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. استشارة قادمة
استشارة بشعار محمد بن علي بن قريع المرية الامبراطور قادم مع استشارة مع خامسة الاسماء وخامس الانطلاقات. ولكن اعود مع الصدارة، اعود مع البداية. غبة غبة على الانطلاق الاول، محمد بن علي بن محمد بن مثيب يتواجد مع الصدارة يقدم لنا قبة مع الانطلاق الأول. ثاني الأسماء استشارة، محمد بن علي بن حمد بن قريع يقدم استشارة مع ثاني الأسماء. ثالثا كلايف، كلايف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. رابعا الشايبة، محمد بن سعيد بن محمد بن الكيلة العامري. رابع الأسماء وخامسا شعار بن عويضان مع وهيلة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ولكن قبة قبة على الصدارة، محمد بن علي بن محمد بن مثيب يتقدم مع قبة. هناك الامبراطور من الجانب الاخر مع استشارة، محمد بن علي بن حمد بن قريع يغير الى الصدارة، ينطلق الى البداية. وانا مع الصدارة مع اول الاسماء واول التحديات، والكيل والاخير والخطير. وعدناكم بأنها سوف هناك يصير إقلاع من قبل هذه الأسماء. بدأ الإقلاع وبدأ الانطلاق من قبل هذه الأصايل. استشارة، محمد بن علي بن حمد بن قريع. غبة تعود إلى الصدارة، محمد بن علي بن مثيب بالكيلة مع الشايبة، الشايبة محمد بن سعيد بالكيلة العامري. هناك وهيلة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري. الحزام الاخضر، بدانا بالدخول الى الحزام الاخضر. غبة غبة بن مثيب بالكيلة بن عويضان بن قريع، ولكن غبة على الصدارة. ولكن بالكيلة يقير مع الشايبة، محمد بن سعيد بالكيلة العامري بن عويضان بن عويضان تسلل معه وهيلة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقير مع الامتار الاخيره. وهيله وهيله مع الفوز والانتصار، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا وهيله. تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك وهيله، محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وسعد الله مساك يا ابو حمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا تهانينا والناموس لمالك وهيله، محمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت الشايبة، محمد بن سعيد بالكيلة العامري. ورابع ثالث المراكز، ثالث الأسماء وصلت قبة بشعار محمد بن علي بن محمد بن مثيب. ورابع الأسماء استشارة، محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. وخامس المراكز حربة راشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك وهيلة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 12 دقيقة 26 ثانية و87 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت الشايبة، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 27 ثانية و87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. ثالث المراكز حضرت في قبة، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 30 ثانية و73 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك قبة من احتلت ثالث المراكز، محمد بن علي بن محمد بن مثيب. فتهانينا